التجارة الإلكترونية من أشهر مصطلحات عصر تكنولوجيا المعلومات والمعرفة. هذه التقنية التي تشهد نجاحا متزايدا باتت رافدا حيويا من روافد النمو والتنويع الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتحسين جودة الحياة على المستوى العالمي. بالأرقام، وصل حجم مبيعات التجارة الإلكترونية خلال العام 2015 إلى 22 تريليون دولار سنويا. على المستوى القاري، توقعت دراسة أصدرتها مجموعة بوستون الاستشارية أن تساهم الأسواق الرقمية والتجارة الإلكترونية في خلق حوالي 3 ملايين منصب شغل بإفريقيا في أفق 2025. وتفيد نتائج هذه الدراسة التي صدرت حديثا تحت عنوان كيف يمكن للأسواق الرقمية الدفع بالتشغيل في إفريقيا أن نحو 58% من مناصب الشغل الجديدة سيتم إحداثها في قطاع السلع الاستهلاكية، و 18% في خدمة التنقل، و 9% في قطاع الأصفار والفنادق. وحسب الدراسة ذاتها، فإن الأسواق الرقمية التي تربط بين المشترين من جهة ومقدمي المنتجات أو الخدمات من جهة أخرى قد تساهم أيضا في رفع المداخيل وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي دون عرقلة نشاط الشركات القائمة، مضيفة أن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يدفع في اتجاه تحرير طاقات التجارة الإلكترونية وتحفيز النمو الاقتصادي بالقارة الإفريقية. وذكرت الدراسة أنه غالبا ما تقدم مواقع التجارة الإلكترونية برامج لتطوير المهارات ومساعدة المقاولات الصغيرة على تعبئة رأس المال لتوسيع أنشطتها، زيادة على قيامها بالعمل على زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الموجودة حاليا في مواقع خارج نطاق شبكات التجارة التقليدية، وفتح المجال أمام فئات أخرى من الناس للاندماج في الأنشطة الاقتصادية. وأكدت الدراسة أن القلق من تأثير نمو مواقع التجارة الإلكترونية على مبيعات المتاجر القائمة هو أمر مبالغ فيه بالنسبة للقارة الإفريقية، حيث تعاني نسبة كبيرة من الساكنة نقصا في هذه الخدمات التجارية. وتشير الدراسة إلى وجود 15 متجرا لكل مليون نسمة في إفريقيا عام 2018 مقابل 568 في أوروبا و 930 متجرا في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في هذه الدراسة أيضا أن هناك عددا من التحديات قد تحول دون تطور الأسواق الرقمية في القارة السمراء، على رأسها ضعف مستوى البنية التحتية والافتقار إلى الوضوح التنظيمي وصعوبة ولوج بعض الأسواق في القارة الإفريقية. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا.